عبرنا وحققنا المعجزة. احنا كنا بنعمل ايه حضرتك؟ دخلنا في الحصار، حصار الجيش الثالث بعد دفرسوار. دفرسوار الثغرة حصلت واخويا اتاخد اسير. كان في جنبي واتاخد اسير. اخوك؟ اخويا اتاخد اسير. وبعدين عملت ايه؟ هعمل ايه؟ انا اتحصرت، احنا بينا الناحيه دي بنجيب الميه بتاعتنا من السويس، عربيه الميه تتوزع، بس عشان نعبي عربيه ميه بعد كذا يوم، يعني معناه كل عسكري بياخد زمزميه ميه يعمل بيها كل حاجه، زمزمية مية. بس شعورك ايه لما عرفت ان اخوك اكرام اتأثر؟ سمعته في الراديو من الاذاعة الاسرائيلية، كانوا بيقولوا الاسرى ويقولوا اسمائهم ويقولوا كذا، وبعد كده حصل اتفاقيات. بس اللحظة دي حصل فيها ايه؟ بكيت؟ انا بقى اول ما فتحوا الاجازات انا ما قدرتش انزل. هنزل اقول ايه؟ اخوك هيسالوني اخوك فين؟ فالمفاجاه ان الاسرى رجعوا قبل الحصار، قبل فك الحصار، فهو اللي جالي خدني من الحصار. استاذ اكرام حصل ايه بعد كده؟ احكي لنا. مساء الخير اولا. مساء النور يا باشا. الحقيقه انا لاول مره اعرف ان انا يعني ان حضرتك مريت بالمحنه دي. ويهمني اسمع منك، خصوصا ان انا خلي بالك انا من ابناء السويس على فكره، وبيتنا اتضرب في 67 بصاروخ اسرائيلي. عايز اعرف انت بقى لما تم اسرك ايه اللي حصل؟ احكي لي. ما هو ايه اللي حصل دي قصه طويله قوي، ولا دي تاخد ايام. لا انا هحكي لك. احكي لي الرجوع مع لطفي. أيوة. ازيك الاول؟ الحمد لله يا حبيبي. انت مستمتع في شرم؟ بس الحمد لله. لطفي لبيب بكى في اللحظه لما سمع في الراديو اسرائيل ان اخوه اكرام لبيب تم اسره. هو الاول ايه قصه ان انا اتكلمت في الاذاعه الاسرائيليه دي؟ انا بعد ما اتخذنا هناك وبعد الاجراءات يعني وحشه قوي، يعني ذكريات زي الزفت. المهم انا حبيت اتكلم، هم جم طلبوا مننا اللي عايز يتكلم يقول، فانا قلت لهم انا عايز اتكلم الحقيقه. يعني قبل ما اروح الاسر انا كنت شايف كميه طيران بيضرب في المنطقه اللي فيها لطفي، كميه مهوله. طبعا كنت خايف جدا عليه في الأسر. انت خايف على لطفي؟ ايوه. وهو خايف عليك؟ طبعا طبعا طبعا. انا في شعور صعب جدا يا استاذ اكرام اللي انتوا بتحكوه، ان اخ واخوه الاثنين بيحاربوا في حرب التحرير، وفي لحظه من اللحظات كل واحد خايف على الثاني ان يصاب، وفي لحظه الواحد الاخ بيسمع اخوه في الراديو مأسور في يعني انا هقول لحضرتك فضل. انا الرساله اللي انا قلتها انا النقيب اكرام لبيب من اسكندريه، ارجو ان يكون اخي لطفي بخير، بس لاني كنت متاكد انه مات. كنت متاكد انه مات. ضرب طيران مرعب كان ده. على فكره الكلام ده كان يوم 24 اكتوبر، يعني تاني يوم وقف اطلاق النار. يعني كان وقف اطلاق النار يوم 22. صحيح. احنا كان 24 الصبح انا اتمسكت. لطفي انا شايف بقى كمية طيران مهولة كانت اللي هو. يعني انت معتقد ان لطفي مات، ولطفي سمع في الراديو انك انت اتأثرت. اصعب لحظات الدراما اللي ممكن تتكتب ومحدش يصدقها يعني. وام الله يرحمها مالها؟ كانت في المستشفيات دايره بتقدم خدمه للعساكر والمصابين. طب اللحظه بقى انت رجعت، بيقول لي لطفي انت رجعت بقى انت امتى بقى؟
انا رجعت. انا الحقيقه مش قادر افتكر بالظبط. لكن اول لقاء بينكم بقى بعد الاسر، احكي لي ايه اللي حصل. اقول لك انا بقى اول لقاء انا لما رجعت طبعا بعد اجراءات هنا، في يعني اجراءات الاستقبال اللي عملوه لنا، واستقبال كان جميل جدا الحقيقه. وكان اللواء الماحي، كان الفريق الماحي رحمه الله عليه، محمد الماحي. وهو كان كبير يا ورام بعد صحيح. كده هو كان ساعتها كان مدير المدفعيه اعتقد. المهم انا رحت البيت، قابلت والدتي، وكانت بالتاكيد في حاله لا تتخيل مدى الذعر اللي كانت فيه. لما عرفت اولا ان انا جيت، فرحه غير عاديه طبعا. وبعدين لما قابلتني قالت لي بص تروح تجيب لي اخوك، يا تجيب جثته يا تجيب اخوك. يا يعني هي كان عندها اعتقاد ان لطفي لبيب استشهد. ما هو انا كان الاول انا تمامي في القوات المسلحه يعني اني مفقود بدايه. فمفقود دي هم مش فاهمين يعني ايه مفقود. مفقود يعني مات خلاص. لطفي فين؟ في الحصار. والضرب ومش الضرب ما اعرفش يعني، انا مش عارف الحقيقه كانوا سامعين ايه عن القصه دي. المهم اول ما رجعت قالت لي روح هات لي اخوك. فانا الحقيقه كان في الاكل بتاع الجيش الثالث كان بيدخل من خلال عربيات تبع سلاح التعيينات. وانا اعرف كتير قوي منهم لان انا خدمت في وسط. دخلت معاهم كتير. سافرت انا كعسكري سواق. انا ركبت عربيه كسواق، طبعا قلعت السبلايت والحاجات اللي هي بتدل على الرتبه يعني ان انا ضابط وكده. ورحت هناك اسال فين بقى الكتيبه 26؟ في الحته الفلانيه. نطلع. فين لطفي لبيب؟ لا لطفي لبيب الله يرحمه. الله يا جدعان، طب فين القبر اللي اتدفن فيه؟ كل واحد بقى يديني فتوى لغايه ما رحت قابلت لطفي من خلال ملجأ. هو كان في ملجأ، ملاجئ يعني حفره تحت الارض كده. فواحد من العساكر قال لي لطفي في الملجأ ده، هو جوه. الله، امال بتقولوا مات ومش مات وعمل وحصل. المهم رحت على الحفره دي، يا لطفي ايه مين مش عارف ايه بطريقته الجميله دي. فقلت له تعال اطلع هنا، تعال قابلني. هو شافني او سمع صوتي طلع جري. طبعا خدنا بعض يعني، كان لقاء يا فوق كل التوقعات. طبعا ده حاجه ما تقدرش توصف الشعور فيه. صحيح. وبعدين استاذنت له من القائد بتاعه ان انا اقدر ينزل اجازه، فسمح له بمده قليله قوي. وخدته انا معايا في العربيه بتاع التعيينات اللي انا كنت سايقها، ورجعنا لغايه كنا الموقف. انت عارف اللي انت حكيته ده فيلم لوحده. ده فيلم اللي انت حكيته لي انت ولطفي، ده فيلم درامي في حرب اكتوبر. ما هو للأسف وانا واثق ان هناك ملايين القصص الانسانيه في الحرب كتير. اكيد. انا سعيد جدا بمداخلتك ديت، وسعيد. اشكرك. وربنا يخليكم لبعض، ودايما تبقوا جنب بعض. الله يخليك ويحفظكم لبعض. هو كبير. هو كبير. هو كبير. كان هو الضابط وانا العسكري. لا ملهاش علاقه دي بالسجن. نورتنا اكرامي بيه، واهلا بيك. ويعني في ذكرى حرب اكتوبر، تعظيم سلام لحضرتك، تعظيم سلام لكل جندي مقاتل، لكل قائد عظيم، لكل شهيد لكل شهيد بذل حياته في سبيل تحرير سيناء. ربنا يرحمهم كلهم.